كان بدأ الانحراف بعد اسقاط النظام في تونس، انتقل الى مصر، وانتقل الى ليبيا، وانتقل الى اليمن، وايضا سوريا كانت جزء من هذا ما يسمى الربيع. وبدا حوار شامل، ونحن نعلم ان الحراك الشعبي السلمي يبدا بمظاهرات، ومن ثم اذا تطورت المظاهرات تتحول الى اضرابات، ومن ثم الى عصيان مدني، وبالتالي بالعصيان حقنا ستتحقق اهداف المطالب الشعب. في سوريا بانطلاق الحراك ب 15/3/2011 بمظاهرات سلميه، وتطورت هذه المظاهرات عمت كافه ارجاء المدن والبلدات السوريه، وتطورت الى الاضراب، وبعدها سيكون هناك عصيان مدني. وفي العصيان المدني قد يموت 100-200 ألف شخص، ولكن حقنا سيتحقق الهدف. هذا اللواء الاسكندراني الذي جاء عن خيرا، وما نستغرب اليوم عندما تركيا يقول لا في السياسه على دائما. اتكلم عن اسباب التطبيع في هذه المعضله الحفله.